قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف نحقق الغاية من الوجود؟ كيف نعبد الله عز وجل؟ الدين والحياة، برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. حياكم الله جميعا مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نستضيف في هذا البرنامج ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم، وأستاذ الفقه في جامعة القصيم. ونسعد أيضا بالترحيب بفضيلته. السلام عليكم ورحمة الله شيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، حياك الله عبد الله. حياكم الله، أهلا بالأخوة والأخوات. حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين والمستمعات معنا في هذه الحلقة. سيكون حديثنا بإذن الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة عن قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا هو حديثنا وهذا هو موضوعنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والتي من خلالها تستطيعون مشاركتنا والتفاعل معنا على الأرقام التالية 012-647-7117، والرقم الثاني 012-649-3028. إذن نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الدين والحياة، فأهلا وسهلا بكم. الدين والحياة، الدين والحياة، برنامج يناقش النوازل والمستجدات العصرية في القضايا القرآنية والفقهية والعقدية والأسرية وكل ما يتعلق بالأمور الشرعية. الدين والحياة، برنامج أسبوعي مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند الثانية عشر منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. حياكم الله مستمعينا الكرام جميعا إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الدين والحياة، ونرحب مجددا أيضا بضيفنا وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. شيخ خالد حياكم الله، وحديثنا عن الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن هنا سؤال مهم، ألا وهو في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية، الآية أتت قبلها نقطة مهمة جدا، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هل هناك في البداية، في بداية حديثنا، هل هناك علاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حيك أخي عبد الله، وحي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. والحقيقة يعني اختيار هذا جزء هذه الآية للحديث لم يكن مقصودا لذات الآية، إنما هو لغرض بيان منزلة النكاح في الشريعة الإسلامية. جميل. وما سبقه من آية بما يتعلق بالأمر برعاية الأيتام والعدل في حقوقهم، نعم هو يبين ذلك سبب نزول الآية، حيث إن العرب كانت إذا رعت اليتيمة منهم من يستأثر بها خشية أن يذهب مالها فينكحها من غير اختيارها،
وأما ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فهذا بيان الإذن في الارتباط بأكثر من زوجة، شريطة أن يكون ذلك على نحو ما ذكر الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا. نحن في هذا الحلقة أو هذا اللقاء سنتحدث عن النكاح منزلته وعن ما ينبغي أن يستحضر حول هذه النقطة، الصعوبات التي يواجهها كثير من الشباب والفتيات في تحقيق هذا الداعي الفطري، ما الذي ينبغي أن يراعيه الشاب والشابة عند الإقدام على هذه الخطوة من المواصفات أو المعايير التي تستحضر للقبول والرد. حديثنا سيدور على هذه النقاط الثلاث، وهي نقاط مهمة لا سيما وأنه يعني نحن في وقت يكثر فيه الحديث عن موضوع الخطبة والزواج بسبب أن الناس يعني غالب ما يكون ارتباطاتهم في الإجازات، وبالتالي يتقدم ذلك ما يتصل بموضوع النكاح. فأبتدأ أولا ببيان مجمل مختصر عن منزلة النكاح. النكاح منزلته في الشرع عظيمة وفوائده جمة، وهو من أعظم ما يعين على الاستقامة في المعاش والمعاد. الاستقامة ليست فقط الاستقامة في ما يتعلق بتوقي الشهوات، لا، الاستقامة بمفهومها العام وهي صلاح المعاش وصلاح المعاد، بها تتوقع الأضرار ويحصل سرور القلب وتحسين الفرج وغض البصر وتحقيق المقصود من تلبية الفطرة وندائها الطبيعي الذي جعله الله تعالى سببا لحفظ الجنس والنوع الإنساني. فمنزلة النكاح رفيعة، لذلك أمر الله تعالى به في مواضع عديدة في كتابه وحث عليه وندب إليه، ومن ذلك قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأمر الله تعالى بإنكاح الأيام وهن غير المتزوجات من النساء والصالحين من عبادكم، وهذا في حق من عبادكم وإمائكم، هذا في حق الرقيق. الأيامة تطلق في الأصل على من لم تتزوج من النساء، لكن في هذا السياق أطلقت على مطلق من لم يتزوج سواء كان من النساء أو من الرجال، لأنه بعد ذلك قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي من الرقيق المملوك. على كل حال، الآيات الواردة في بيان مشروعية النكاح كثيرة، والله عز وجل ذكر سورتين في الكتاب الحكيم فصل فيهما ما يتعلق بأحكام النساء، أو في ثلاث سور، في البقرة وفي النساء وفي الطلاق، فبين عظمة هذا العقد وما ينبغي أن يراعى فيه وما ينبغي أن يحتاط فيه. وأما الأحاديث النبوية فالحديث الشهير الذي يعرفه كثير من الناس وهو ما رواه في الصحيح من حديث عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا الحديث النبوي ليس قصرا للأمر بالزواج على الشباب، لكن هو بيان أن الداعي الأكبر فيما يتعلق بالزواج هو هذه الفترة وهذه المرحلة العمرية، لكن ليس ذلك مقصورا عليه. فمصالح النكاح يحتاجها الشاب ويحتاجها غيره، ولذلك جعل الله تعالى الارتباط بين الرجل والمرأة بهذا العقد من آياته. قال الله تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فالسكن والمودة والرحمة ليست حاجة لفئة عمرية فقط، بل يعني حاجة عامة للصغير والكبير والشاب والكهل، بل وحتى يعني من شاب وكبر. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة إلى النكاح في أول دواعيه، هي فترة الشباب، حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، والغالب أن الشباب قد يعوق تحقيقهم هذا الغرض ووصولهم إلى هذا المقصد
عوائق منها عدم القدرة المادية كما أشار إليه الحديث، من استطاع منكم الباءة، والباءة هنا هي القدرة المادية والبدنية، فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج. كما أنه جاءت نصوص تبين أن التأخر في الزواج من غير ما عذر ومن علامات، يعني من علامات التي مما يثير علامة الاستفهام. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور، يعني ما في شيء يمنع من النكاح ويجعل الإنسان يتأخر عنه مع تيسر أسبابه، إلا أن يكون ثمة عجز، يعني هناك ضعف لا يتمكن معه من أداء ما يتعلق بحقوق الزوجية، أو أن يكون هناك فجور بمعنى أن يكون هناك استغنى عن الحلال بالحرام، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا وذاك كلاهما مما يفسر به التأخر الذي يقع فيه كثير من الناس. ولهذا يعني ينبغي أن يستحضر أن الزواج حسن حصين يتقي به الرجل والمرأة والمجتمع شرا كثيرا وفسادا عريضا، لا سيما عندما تكون سوق الشهوات رائجة والوصول إلى الشرور متيسرة. فالنكاح معين على الاستقامة، معين على الدين، معين على الخير، معين على الصحة والعافية، معين على توقي أضرار الانحراف، مبطل لكيد الشيطان وسعيه. ولذلك يقول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كثير من الشباب يشتكون غلاء المهور وغلاء أيضا التجهيزات الخاصة بالزواج وغير ذلك، مما يعني يجعلهم أحيانا يحجمون على الإقدام على الزواج، أو على الأقل أن هذا الأمر يجعلهم لا يستطيعون التقدم لهذا المشروع، مشروع العمر. وفي المقابل أيضا ربما بعض الإشكاليات، نحن لا نريد أن نجمل الحديث كله في هذا الحديث وفي هذه القسم وهذا الجزء، وإنما هناك أيضا أجزاء أخرى متعلقة بأحيانا كثرة المشكلات التي يستمع إليها الناس، وخاصة الشباب اللي تحصل في برامج الاستشارات الأسرية وغير ذلك، مما يجعل الشباب أحيانا يحجمون على الإقدام على الزواج، لعلهم يعني يقولون يرون في حجة في أنهم يعني يخافون من هذه المشكلات وحصولها. في البداية يمكن ربما أتحدث عن هذا الغلاء الفاحش الذي يعيق الشباب عن التقدم إلى الزواج. ويا أخي الكريم، ما أشرت إليه من موضوع المغالاة في المهور، الحقيقة أنه هذا يعني يمثل عقبة كأداء أمام كثير من الشباب في تحقيق ارتباط الفطرة الطبيعي الذي تستقيم به المعيشة. لكن يعني لو كان الأمر يتعلق فقط بغلاء المهور، يعني أمكن تجاوزه في يعني في صور عديدة. لكن إشكالية أن ثمة غلاء ليس فقط في المهر، الغلاء في المهر، الغلاء في تكلفة الزفاف، الغلاء في تبعات الزفاف من رفع سقف المطالب. فتجد بعض أن الأسر تشترط سائق وسيارة أو سائق وخادمة، وتشترط يعني نوعا من المواصفات في المسكن وما إلى ذلك، مما مجموعه يمثل نوع من العبء الذي يعجز عنه ويقعد عنه كثير من الشباب، ولا يتمكنون من تحقيق الرغبة. ففي العقبة الأولى غلاء المهور بالتأكيد أنه صاد، لكن يعني هذا السبب مثل ما تفضلت يعني ليس هو السبب الوحيد، لكنه من أسباب البارزة التي تتبادر الألسن إلى ذكره عندما يقال لماذا يتأخر الشباب في الزواج. يأتي قضية المغالاة في المهور، وقد جاء النهي عنها في كلام عمر رضي الله تعالى عنه في قوله: لا تغالوا في صدق النساء، يعني في مهورهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته أكثر من 12 أقية. 12 أقية يعني يساوي 120 ريالا سعوديا. 120 من يزوج اليوم؟
من يزوج؟ أنا في عمري الآن يعني ومر علي من حوادث ما أذكر أحد زوج بهذا المبلغ. صح نسمع أنه في فلان زوج بريال، لكن هذه حتى لو يحصل الشيء هذا يا شيخ يحصل على كأنه صورة نادرة يا شيخ، تناقلوا على الناس. نعم أيضا صحيح، صور نادرة، وأحيانا تكون يعني بعض الأعراف بعض البلدان ما عندهم مقدم، المهر كله مؤخر، بمعنى أنه يزوجها على شيء يسير يعني شيء جدا زهيد، لكن ثمة مؤخر يقسم الظهور والمؤخر هو جزء من المهر. صح أنه ما يثبت إلا بالوفاء أو بالفراق، لكنه يبقى هو مهر وهو عبء على الرجل، ويترتب عليه إشكاليات كبرى في 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 فيما إذا اختار الزوجان عدم الاستمرار. المقصود أنه هذا سيد ولد آدم رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه وامرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وهذا الأثر أخرجه أحمد والترمذي وصححه وكذلك الحاكم وابن حبان، يعني أثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى يقص قدر ويبين قدر المهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذله ويرتضيه لبناته، وهو ما يساوي هذا القدر من المال الزهيد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، وهذا في ما رواه أبو هريرة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني فيه ما ينبغي أن يفتش وتأمل فيه. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ هكذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على كم تزوجت، يعني كم بذلت في المهر؟ قال: على أربع أواق، على أربع أواق، والأوقية شيء يسير يعني من 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 من, من الذهب ومن عفوا من الفضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق، مستكثرا هذا القدر على أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ثم لما طبعا الرجل جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إعانة في هذا النكاح الذي يعني قدره من حيث الكلفة قليل، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس عندنا ما نعطيك، يعني ما عندنا شيء نعطيك، بعدين بيّن له هذا شيء كثير، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، أجله، لأنه غالى في المهر حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا مما يعيق. يعني إذن هي ليست إعاقة مؤقتة، إنما هي إعاقة يعني إعاقة عفوا ليست إعاقة حديثة، بل هي إعاقة قديمة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي ينبغي لأولياء النساء ولكل من يطلع في هذا الأمر بنوع من الاطلاع والتأثير أن يكون على وعي بأن هذا القدر من 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 هذا القدر من المهور الموجود الآن في أيدي الناس شيء كثير، يعني يترتب عليه يعني مفاسد كبيرة ومتاعب ومشاق، ولا تقتصر هذه المشاق يعني في البدايات، يعني بعض الشباب حتى بعد الزواج تستمر هذه الإشكاليات. نعم. هذا وبعض الشباب مش زين، إذا ماذا يعمل؟ يعني يتدين، يقترض، نعم، يأخذ سيارات، يأخذ تمويل من بنوك، يأخذ إعانة من أقارب له، لكن كل هذا سينعكس أثره على ما بعد الارتباط، على حياتهم الزوجية بعد الارتباط. هل ستنتهي المصاريف؟ لا، لن تنتهي المصاريف، المرأة ستطلب ولا يزال يحتاج، وبالتالي من أين فضلا شيخ خالد عن أن الإنسان إذا فتح على نفسه عليها المطالب شيخ خالد، فضلا عن أن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الدين يعني لن يستطيع إغلاقه نهائيا، يعني هذا جانب آخر أيضا. هذا جانب آخر تذكر، لكن إحنا يعني نتكلم على الجانب المتعلق بالحياة الزوجية. يعني هذه المرأة إذا تزوجت لن تقف على المطالب، هي سيصرف عليها ولها احتياجات، وإذا طلبته قالت والله أنت أكلتين، أنت حملني أهلك ما لا أطيق في الزواج، اصبري علي، فتنشأ يعني تنشأ مشاكل. نعم، مشاكل، يعني بذرة الإشكال موجود
من أصل الارتباط، وبالتالي ينبغي لأولياء الأمور أن يتقوا الله وأن يرفقوا، وأن يعني أنا لا أقول يعني يكون الأمر يعني هذا من حق المرأة أن تطلب ما تشاء، لكن يجب أن يراعى في ذلك المصلحة، وأن لا تكون تجارة ومغنم يستكثر فيه الدخل على حساب تحقيق المقصود من الارتباط والزواج. الشيخ خالد أيضا هنا حديث مهم في هذا الجانب، ألا وهو أن أكثر النكاح بركة أيسرهن مؤونة. هذا الذي يحصل، يعني كثير من الناس الذين جربوا هذه التجربة الرائعة وجدوا بركة في حياتهم، والآن ما شاء الله يعني يعيشون عيشة طيبة وعيشة حسنة، بخلاف كثير ممن يعني بالغوا كثيرا في النفقة، في تجهيز الزواج وما بعد ذلك، ربما يعني كثير من المشكلات تحيط بهم، وإضافة إلى الكثير من المطالبات التي ما زالوا يعني يحاولون أداءها ولم يبلغوا شيئا قليلا من هذه المطالبات التي طالبوا بها أصحاب الحقوق. هو يا أخي الكريم يعني ما أشرت إليه فيما يتعلق بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وفي رواية أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، هذا الحديث يعني من حيث الإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن المعنى بالتأكيد صحيح، وإن كان الإسناد فيه مقال لكن المعنى صحيح، وذلك أن 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 من بركة المرأة أن تدخل على الرجل بما يدفع عنه الضيق، بما لا يكون سببا لتحمله، ما لا يقوى على سداده. الدين يا أخي شؤم، الدين يعني للذي يعرف خطورته ولا يستهين به، يعرف أنه عسره في 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 طريق الناس، وأنه يمثل كما يعني يمثل عبئا له، هو عبء في الليل وذل في النهار كما قيل. وبالتالي فمن بركة المرأة أن تكون يسيرة المؤونة، لأن التي مؤونتها كبيرة عظيمة سيكون ذلك منعكسا كما ذكرنا قبل قليل على مستقبل الأيام. يعني احنا لا نريد ان نستوعب القضية في هذا الجانب من الصعوبات، لكن بالتأكيد انها دعوة صادقة لكل من يتولى امر النساء بان يتقي الله تعالى في التخفيف. يا اخي هذا يجيك يعني انت يعني التصور يعني الانسان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. شاب متخرج من جامعة او متخرج من ثانوي أو مسك وظيفة براتب زهيد، يريد أن يعف نفسه أمام هذا الحجم الهائل الكبير من الإشكالات، يعني فيأتي أمام هذه العقبات. بعض الناس يا أخي عبد الله يتصور أن المغالاة في المهر سبب لتمسك الرجل بالمرأة، وأنه إذا سهل عليه وعطيناه إياه برخص يستهين بها، كان هذا سبب للاستهانة بها وتحقيرها، أو حتى سبب لعدم معرفة قيمتها بالانفصال عنها، وهذا غير صحيح. بالتجربة والواقع أنه يعني الطلاقات الواقع لا علاقة لها بقدر المهر. يعني لم يكن المهر مانعا من أن يطلق الرجل إذا وجدت أسبابه. فينبغي أن نستبعد هذا، وأن نستحضر أنه يعني أن الرفق والسهولة في تحقيق المقصود وإصلاح النية بأن ينوي إعفاف ابنته أو موليته، وأن يساعد هذا الشاب في الخير لإرادته العفاف، أن هذا مما يتحقق به الخير له ولموليته التي يزوجها من بنت أو أخت أو غير ذلك. جميل. طيب طبعا نذكر المستمعين الكرام شيخ خالد بالأرقام التي من خلالها يستطيعون أن يتواصلوا معنا في هذا البرنامج. الرقم الأول 012-64-77-117، والرقم الثاني 012-64-39-28. حديثنا عن النكاح وعن قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نستاذنكم شيخ خالد في الاتصال الأول في هذه الحلقة، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، نتعرف عليك. الله يسعدك عبد المجيد الشنقيطي. حياك الله أخي عبد المجيد، تفضل. الله يسعدك. الأصل التعدد أو الزواج بواحدة، لأنه
فإن لم تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا. نعم. خفتم يعني الأصل التعدل. هذا السؤال. وسلم على الشيخ. طيب يوصل. شكرا لك أخي عبد المجيد. طيب الاتصال الثاني تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ عماد تفضل. مساكم الله بخير. مساك الله بالنور. المستمعين. حياك الله يا هلا. مرة الشيخ يحرك الشيخ طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله يا أخي. بارك الله. تفضل أخي عبد المجيد. جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أتاكم من تطعون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. أتمنى يا شيخ الله يسر أمرك أنك تتكلم عن الشيء هذا لأن الحين كثروا البنات وأغلب الشيء اللي كثروا موجودين في البيوت عشان الشيء هذا. طيب. الشيء هذا يعني صدقا مارقني لأن عندي أخت بلغت من الكبرية يعني ما هي كبيرة يعني في 24-25 سنة. طيب. ولكن الشيء أحتاها زوج ولكن الأب يقول لا نرغب بهذا الزوج لأنه ليس في مقامنا وليس في قدرنا ليس يعني مستوانا. طيب واضح السؤال أخي عبد المجيد. إن شاء الله يجيبك على سؤال الشيخ إن شاء الله. شكرا لك أخي عبد المجيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ خالد لعلنا نجيب إذا كان في الإمكان نجيب بإيجاز على السؤالين لأن هناك في اتصالات كثيرة يا شيخ. السؤال الأول اللي متعلق يا شيخ بمسألة التعدد هل هو الأصل في التعدد أو الزواج بزوجة يعني واحدة؟ نحن حديثنا حتى لا ينصرف الموضوع التعدد. نحن الحين نتحدث عن الشباب الذي لم يجد ولا بعض امرأة حتى نبحث عن التعدد. يبحث عن الأولى صحيح. يعني القضية في الزواج الأول الآن يا أخي الأخ المتحدث الثاني السائل الثاني الكريم يعني أشار إلى قضية في غاية الخطورة. يعني عدد الشباب نحن في مجتمع لو أردنا أن نأخذ المجتمع السعودي على سبيل المثال يعني عدد الشباب 70 أو ما بين 60-70% هم من عداد المجتمع. كم من هذا القدر من الشباب يعني ذكورا وإناثا أعفى نفسه وحصل له المقصود؟ العدد قليل بالنسبة للمجموع العام. وبالتالي يعني ما ذكر من تكدس كالبنات في البيوت من غير زواج وتعطل الشباب عن الزواج وتقدم السن بهم دون زواج هذا مؤشر خطير يعني يستوجب العناية. ولهذا يعني الجهات المسؤولة تعي خطورة الأمر وتبذل المستطاع. صحيح. لكن ليست القضية منوطة هي قضية اجتماعية متعلقة بالناس. هي قضية عامة ومسألة تتعلق بالجميع. الدولة لن تقصر وما قصرت فيما يتعلق ببذل المستطاع في تيسير الزواج. ولذلك في جمعيات المساعدة من أيام قريبة مجلس الوزراء يعني دعم الصناديق الجمعيات التي تعتني بتزويج الشباب بملايين عشرة ملايين ريال إلى طريقها وأن تحقق غرائب مقصودة. لكن الإشكالية لا تقتصر فقط على الدعم الحكومي. نحن بحاجة إلى وعي شعبي وعي عام بخطورة تأخر الشباب والفتيات الشباب ذكورا وإناثا عن الزواج وأن هذا سينعكس على المجتمع. وكذلك يا شيخ التمسك بشروط لم ينزل الله بها من سلطان يعني شروط قاسية جدا. هذا سبب من أسباب يعني تأثر الزواج وهو ما يتعلق بالمطالب التي يطلبها الناس إما خلفيات اجتماعية أو خلفيات مادية أو غير ذلك من الخلفيات التي هي في الحقيقة يعني سبب
يتعثر يعني الأمر. يعني شوف يا أخي يعني للإنسان أن يتخير لموليته أفضل ما يمكن، لكن لابد أن نفرق بين يعني فتاة لا تقف الرجل عنها كل شوي جايين واحد يخطبها، فهنا أنت ما تحتاج يعني قد تقول والله أنا أريد أن أبلغ الغاية والسمو في المواصفة، لكن هذا بالنسبة لعموم الموجود في الفتيات ليس هو الأصل، ليس الكثير. يعني الفتاة تخطب مرة مرتين ثلاثة قد تزيد عن هذا، بعد ذلك يفوت القطار، ما يجيها بعد بعض الفتيات ما يجيها أحد يا أخي. يعني أنا أتصل في فتيات تقول أنا بلغت 35 أقول خطبتي ولا تزوجت، يعني تتشفو قضية سبق تقدم لك أحد بشوف هل في تعنت، تقول لا ما سبق جاني أحد. يعني هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة تتطلب أنه الإنسان يراعي يعني البنت المرغوبة ليست كغيره، وبالتالي يجب على ولي المرأة أن يتقي الله ولا يفوت الفرص ويكون حكيما يا شيخ. نعم ما أقول أنه يرميها في أول طالب أو يتخلص منها بأي طريقة، لا أنا أقصد أنه ينبغي أن يكون حكيما يزن الأمور فرحا بمن يأتي ينظر للأمر بنوع من العقل ويقدم المعايير الشرعية التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم معيارا للقبول والرد. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوها، المعيار والدين والأمانة. الاعتبارات الأخرى قد ينظر إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأقرها، لكن حث على اعتبار هذين المعيارين، تنكح المرأة لأربع، جمالها والمالها والحسنة وتخير لنطفكم أيضا صحيح، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالاعتبارات الأخرى منظور إليها لكنها ليست بالدرجة الأولى. جميل. وهي ليست مانعة، هي نوع من طلب الكمال وليست سببا للرد إذا تحققت المواصفات الأخرى المطلوبة. طيب. يعني ينبغي لنا أن نستشعر خطورة الأمر. وأنا أجزم أن ولي الأمر الذي يعرف أنه يعني إن منع الزواج هو مفتاح للفساد، منع الحلال عندما تضيق دائرة الحلال حقيقة أن تتوسع دائرة الحرام، وقد تضطر الناس إلى مسالك لم تكن لهم على بال، لكن سول لهم الشيطان وهذا التعنت وهذا التضييق دفع بعضهم. هذا ليس مبررا، لكن أنا أقول ينبغي أن نعرف أنه الأمور قد يجر بعضها بعضا وخطوات الشيطان لها. وهذا هو الفساد العريض الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب. نأخذ أيضا أستاذكم شيخ في الاتصال من عبد العزيز الشريف من الرياض. حياك الله أخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حيا الله أخي عبد الله، كيف حالك؟ حياك الله أخ عبد العزيز. حيا الله يا شيخ خالد، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك، هلا وسهلا، مرحبا. عساك طيب، الله يبارك فيك وجزاك الله كل خير أنت والأخ عبد الله على هذا البرنامج الطيب. وياك، حياك الله. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يعرض موليته على الأكفاء من الرجال ويقول أن عمر رضي الله عنه عرض حفصة على أبو بكر وعلى عثمان وغير ذلك؟ طيب. هل هذا سائغ في الإسلام؟ طيب. الأمر الثاني بارك الله فيك، المهر. بعض الآباء للأسف يزوج ابنته بمهر قليل، حتى أن الأزواج إذا جاء إلى المرأة تجده يعيرها، أنت مارق قليل ولو كان فيك خير ما رماك أبوك. توجيهك لمن يرمي ابنته بمهر رخيص ويقول نحن نطبق الشرع، الضابط في المهر بارك الله فيك وجزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب شكرا لك أخ عبد العزيز. طيب نأخذ أيضا بسام. حياك الله بسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نكلم الشيخ الله يبارك. تفضل اسمعك الشيخ، تفضل. الله يسلم عليك. بس اقول لك يا شيخ، نحن دحين على اساس اني كنت بتزوج وامي اختارت لي الحرمه فاختارت لي الحرمه وما ادري كيف، دحين انا استخرت ربنا وتوكلت على الله، بس انا دحين عقدت كل حاجه، فهمت علي؟ بس ايش هي ضابط في فتره الخطبه؟ طيب بس طيب ان شاء الله يجيبك الشيخ. شكرا لك اخ بسام. طيب يا شيخ خالد، ربما في السؤال الاول الاخ عبد العزيز تحدث عن الضابط في او عرض الرجل لموليته، يعني هو العرض يا أخي هو لا يعتبر في ذلك نقص إذا كان عرضا على كفر، وليس الحامل له التخلص من الفتاة وتضييع الأمانة، إنما إذا كان العرض غرضه وغايته هو إيصاء الوصول إلى من ترضى فلا إشكال فيه. ولذلك تكلم العلماء
عرض الفتاة على الحسن من النساء من 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 الرجال. وقد ذكر الله تعالى قصة ذلك ذلك في كتابه في قصة شعيب مع موسى، إني أريد أن أنكحك على أن تأجرني ثمانية حجج. القرطبي رحمه الله قال فيه عرض الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة. وقد عرض عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت المغضوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها ولم يعد عرضها، لكن لم يكن له بها حاجة. وهكذا الأمر جاري، فلا أصغر فلا أشكال في هذا. طيب. لكن ينبغي أن يكون على العرض على من يخشى فواته، على شخص يرجى فيه ما يأمل من الخير، وليس العرض على أي أحد. جميل. طيب، النقطة المتعلقة بالضابط في المهر، هل هناك ضابط معين؟ المهر يعني هو يعني وجود النظرة الرديئة عند الناس أو عند بعض الناس في أن المهر القليل دليل على بخس المرأة وأن لا قيمة له، هذا غلط، هذا مفهوم جافي. أن ومما يرده هذا النبي، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج وتزوج بشيء يسير. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، يعني وشيئا يسيرا، وهو نصف الأوقية، وكل هذا يعني يأتي قريب من 500 درهم. هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وقد قدره بعضهم بقدر قريب من المال في زمننا العاصر. المقصود انه الموضوع يعني ينبغي ان لا يكون الانسان معصورا بالممارسات الخاطئه. كون في ناس يعني يظن انه والله ما تكون المراه كريمه ولا عزيزه الا اذا تفعل، هذا غلط وليس بصحيح ولا علاقه له بالقيمه. المراه قيمتها ليس في مهرها، قيمتها في ذاتها، في دينها، في أخلاقها، في حسن تبعلها، هذه القيمة الحقيقية للمرأة. أما مهرها فالمهر لم يكن يعني عوض بيع الشراء، المهر هو فقط حربون إبداء الرغبة، وهو مشروع حق للمرأة لتتجهز للنكاح وتقضي بعض حوائجها بهذا المال. جميل. طيب الشيخ خالد، قبل من نجيب على السؤال الثاني ناخذ اتصال من الاخ عبد الله. تفضل اخ عبد الله من المدينه. عبد الله من المدينه، تفضل الاخ عبد الله. عبد الله من المدينه، تفضل، حياك الله. بس يا شيخ ممكن تفضل، اسمعك الشيخ. طيب، يجوز الشخص انه ياخذ من الزكاه عشان يتزوج اذا ما كان يتعرض مع قول النبي اللهم صل عليه، من يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مضغة لحم. طيب أخ عبد الله، شكرا لاتصالك. أيضا إلى أن يجهز الاتصال الثاني يمكن أن نجيب على السؤال للشيخ خالد المتعلق بالضوابط في الخطبة. أحيانا يكون هناك يعني عدم التزام بالضوابط الشرعية في الخطبة يا شيخ أثناء فترة الخطبة، هل هناك ضوابط شرعية محددة للخاطب؟ والله يا أخي أنا أشوف أن موضوع الخطبة نحتاج أنه نتكلم عنه بشيء من الإسهاب والتفصيل فيما يتعلق بالقطع الموجودة في المعاملة، فلو نرجئه. لكن عموما يعني إذا كنا نحتاج الحديث عن هذا فسندخل في مواصفات اختيار الزوج واختيار الزوجة وما إلى ذلك وضوابط الرؤية الشرعية. فالرأيت أن نجعلها الحلقة القادمة فحسن، رأيت أن نجيب ولا إشكال يا شيخ، لو بس يكون باختصار ثم نفرد له حلقة إن شاء الله. طيب، فيما يتعلق ب طريقة المعاملة هو طريقة المعاملة الضابط في 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 يعني في للخاطب بالنسبة عندما يتقدم إلى يعني المرأة للزواج منها، يعني هل هناك ضوابط شرعية معينة أو هناك محاذير معينة يجب عليها أيضا أن يتنبه إليها أثناء الخطبة؟ يعني هو إذا كان يقصد يعني طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة زمن الخطبة قبل كتابة الكتاب، هي علاقة رجل بمرأة أجنبية. ليست علاقة بزوجة ولا بمحرم، وبالتالي يجب العناية باللفظ والمعاملة، ويعني هو
بالنسبة لها أجنبي وهي بالنسبة له أجنبي. وجود الرغبة في النكاح لا تصير الأمر على نحو من التساهل المشاهد بعض الناس حيث أنه يجعل المخطوبة كالزوجة، وفي بعض الجهات يخرج ويختلي بها ويأتي إليها وما ويقوم يتوسع كثيرا. لا شك أنه لا يجوز وهو خارج عن حدود الشريعة. طيب الأخ عبد الله من المدينة يسأل عن حكم أخذ الزكاة بالنسبة للشاب الذي يريد عفاف نفسه، وهل يدخل في الوعيد المتعلق بمن يسأل الناس مالا وأيضا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم؟ لا، هذا لا حرج فيه ما دام أنه أخذ وهو مستحق. هذا فيما إذا أخذ وهو لا يستحق، أما إذا أخذ وهو مستحق بمعنى هو يرغب في الزواج ولا قدرة له على الزواج وطلب من أحد أن يعينه، فهذا لا يدخل في المسألة المفهومة، إنما هذا إظهار حال. يعني لما يأتي شخص يقول أنا علي دين وأنا مستحق للزكاة، هذا لم يسأل مسألة المفهومة، إنما هذا بين ما يوجب أخذ الزكاة. والله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الزكاة إما أن تعرف بالاستفاضة والاشتهار، أو تعرف بالنظر إلى الحال، أو تعرف بالأقباض. يعني يخبر الإنسان أن عليه دينا أنه فقير، إذا كان حق الزكاة أنه كذا فلا حرج في هذا، والممنوع والمكروه والمحرم من المسألة وما يقوله صاحبه تفسر يسأل يريد الاستزادة. الناس أما الذي يسأل لحاجته ولبداء استحقاقه فهذا لا حرج. جميل. طيب. ولا يدخل فيما جاء فيه النهي. يا شيخ خالد، هي فرصة للحديث أيضا عن هذه الجمعيات الخيرية التي تعنى بمساعدة الشباب على الزواج. هي كلمة شكر على ما يقدمونه من جهود لإعفاف الشباب ومن يريدون إعفاف أنفسهم، بالإضافة إلى ما يتعلق أيضا بالزواج الجماعي، رغم أن هناك يعني النفوس بدأت تستسيغ هذا الأمر، وأيضا المجتمعات كثيرة يعني أصبحت تقبل مثل هذا الأمر الذي ربما كانت تجربة فريدة وكانت نوعية وفي نفس الوقت أيضا محدودة في مناطق معينة، والآن أصبحت ما شاء الله يعني شائعة في كل المناطق. هذا من فضل الله، والحقيقة أنه هذه المشاريع مشاريع جيدة ورائدة وتحقق إصلاح اجتماعي مهم، ويعني تعمل على بناء مجتمع بعيد عن الفتن والفساد العريض. هذا من أجل الأعمال وأفضلها، وهو من المجالات التي يصل كثير من أصحاب الأموال عن دعمها رغم ضرورتها وأهميتها، لأنه ترك النساء تعطيل الشباب والفتيات عن الزواج بعد كثرة دواعيه هذه السنوات كثرة فتن الشرور المخيطة، بالتأكيد أن ذلك يعني يحقق مصالح كبرى أن يفهم أصحاب الأموال في مثل هذه الجمعيات. هذه الجمعيات تأسست وعملت ونجحت وهي في تطوير، ومن فضل الله تعالى أنها لا تقتصر فقط على مساعدة الشاب على الزواج، بل تساعده على الزواج وترشده إلى ما يتعلق بأحكام هذا العقد وآداب كيف يعيش يحقق المقصود من المودة والرحمة والألفة في الزواج بالدورات التي تقيمها. كل هذه الأعمال الجميلة والمساعدات يعني بعضها ما غير مردود، وبعضها يكون على الفرض اليسر الذي لا يعمل فيه للمتزوجين. وأنا أقول يعني وهي أيضا كلمة للتجار ولخدم المبالغ المبذولة مع ارتفاع الأسعار والتكاليف لا تكفي في الغرض في كثير من الأحيان، ولذلك تجد الأخذ المساعدة من هذه الجمعية، ثم يطوف على عالم من الناس كل يعني يبدو لهم فيقع في حرج وأذى نفسي يعني قاد، فلا يشعر به إلا ما خابر. فوصيتي لهذه الجمعيات أن تراجع
بين فترة أخرى قدر المساعدة لكل الله من 30 سنة وهم يعطون عصر على صحيح. صحيح. اختلاف ظروف الحياة والغلاء الذي ظروف الحياة والأسعار ويعني عندي إنه هذا نوع من القصص. طبعا هم ماذا نطلع الوارد علينا قليل من حيث الطلبات والإيرادات المالية ضعيفة ولذلك أنا قلت هذه الكلمة لا تخص الجمعيات فقط بل حتى أصحاب الأموال أن يبذلوا ولو كان من الزكاة يعني هذا من مصارف الزكاة وذلك أن إعفاف الشاب الذي يرغب في الزواج ولا قدرة له هو كما لو أطعمت جائعا نفعه شيخ متعدي يا شيخ يعني هو عفوا يعني ناحية أخرى مسألة النفع المتعدي لكن ثمة نفع يعني تقصد أنه هذا يعف الشاب وشابة لكن هنا ثمة جانب آخر وهو ما يتعلق بعض الناس يتحرج يقول ما ندري هذا مصرف من مصارف الزكاة أو ليس مصرفا هذا مصرف مدى أن الطالب المساعدة فقير وهذا الغالب الغالب والجمعية تتحقق وتبحث وتنقب وتجيب راتبك وعطنا كذا وش عليك ونهلك وما إلى ذلك من الأسئلة الكثيرة التي تبين يعني تكشف حال الشخص وتبين استحقاقه والغالب يعني أنا فيما أعرف أنه لا يتقدم لهذه الجمعيات إلا أهل الزكاة فمن المهم أن يعد تجار هذه الأموال أن هذا التكدس للأموال الذي أحيانا يقول والله عندنا قروش ما ندري وين يوديهن يا أخي من يقول ما تدري وين توديهن يعني أخرج وأطلب مواطن هذه الأموال التي توضع في مصارفها الشرعية ومن مصارفها دعم هذه الجمعيات لك أن تتدخل وتسألهم وتتناقش في صرفها وطريقة صرفها وتكون على وعي تام بما يتعلق بالصرف لكن هذا يعد من المصارف التي تصرف فيها أموال الزكاة الزكوات التبرعات الأوقاف الوصايا وكما ذكرت بارك الله فيك أشرت إلى أنه النفع فيها متعدي النفع فيها متعدي ليس قاصرا على الشخص نفسه عليه وعلى من سيرتبط بها وعلى التآلف الذي يحصل بين الأسر وعلى المجتمع بوقاية الشرور والفساد كثير من منافع كبيرة وعريضة يكفي أنها درء من أسباب درء الفتنة والفساد عليه. جميل الشيخ خالد لعلنا نختم هذه الحلقة بكلمة نوجهها إلى الشباب وخاصة ممن يكثرون الاشتراطات وأيضا يقول أنا لم أبحث أو لم أجد من أطمح أو لم أجد الشيء الذي أطمح إليه سواء من ناحية الزوجة أو غير ذلك ويكثر الشروط حتى يفوته قطار الزواج يكبر في العمر دون أن يلتحق بالزواج أنا أوصي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة هل يتزوج يبادر إلى الزواج ولا ومن المبادرة إلى الزواج أن لا يرفع الإنسان سقف المطالب أنت لك أن تطلب ما تريد من المواصفات لكن أحيانا الشاب وحتى الفتاة يرسمون في أذهانهم صورة من الإعلام خيالية وشكل ويقول ما تزوج إلا مثل فلانة فلانة أنت لو تشوفها هل تقول فلانة ما تزوج إلا مثلها ورأيتها في أحدى وسائل الإعلام لو تشوفها في الواقع ما رضيت الزواج لأن الإعلام الأنوار والكاميرات والمكاييج التي نسأل الله العافية والسلامة توضع على وجوه النساء اللواتي يخرجن في الإعلام شيء يفوق يغير الحقيقة وأنا لا أتكلم عن يعني عن خيال أتكلم عن إخبار أناس يعملون في الإعلام ويقول والله إني بعض الأحيان أمشي في طريق وتمر بالمذيعة الفلانية التي تشاركني والله ما أعرفها لما تكون في حالتها غير الممكنة بالتالي ينبغي أن لا نرفع السقف وأن نرضى بالمتيسر الذي يحقق العفاف وندرك الشخص أن الزواج شيخ مشروع عمر ليس يعني فترة معينة وكذلك أيضا كله يزول ما عدا الدين والخلق صحيح لكن مع هذا لا بأس أن يلبي الإنسان مطالبه فيما يتعلق بصفة يعني من يريد الانتباه بها ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال فيما يتعلق بما يسأل عنه المرء عند الزواج قال يسأل عن جمالها فإن ضاق لك فسأل عن دينها ليس هذا تقديما للجمع على الدين لا أبدا إنما هذا لأجل إنه إذا كانت مهم جميلة فتتركها ويكون السبب الترك هو عدم جمالها لكن لو سألت عن الدين ثم قيل لك إنها ليست بجميلة وتركتها أن تركتها لأجل دينها أو لأجل جمالها لأجل الجمال لأجل جمالها فلم يكن معيار الدين هو المقدم المقصود اللي
أوصي أبنائي وبناتي بالتيسير في المواصفات والاكتفاء بالقدر الذي يتحقق به المقصود وعدم المغالاة في الأوصاف، كما أوصي أولياء الأمور من أولياء النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن يبادروا وأن لا يؤخر وأن يكونوا عونا لبناتهم وأولادهم أبنائهم في تحقيق مقصود هذا العقد من الألفة والمودة. جزاكم الله خير، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، على ما تحدثتم به من حديث شيق وماتع من خلال هذه الحلقة المباشرة من برنامج الدين والحياة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تحدثتم به وتفضلتم بالحديث عنه في هذه الحلقة في موازين أعمالكم الصالحة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم الشكر الجزيل مستمعينا الكرام على تفاعلكم واستماعكم لنا في هذه الحلقة، نلقاكم بإذنه سبحانه وتعالى في حلقة الأسبوع المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد المقبل. حتى ذلك والحين تقبلوا تحياتي محدثكم عبدالله الداني، ومن التنسيق واستقبال الاتصالات الزميل خالد فلاتة، ومن تنفيذ الهواء أجمل تحية لكم من الزميل محمد باص ويلح. استودعكم الله وإلى اللقاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف نحقق الغاية من الوجود؟ كيف نعبد الله عز وجل؟ الدين والحياة، برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.